السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يديك الصحة يا شيخ مصطفى. الله وإياك والمسلمين بنحبك في والمسلمات. الله يا شيخ مصطفى. الله بارك الله فيك وحفظك. الله الله يسترها معاك. أنا حضرتك سمعتك دلوقتي حالا بتقول لها ابتعدي عن البنوك، البنوك شر. نعم. ربنا يسترها معاك. حضرتك سمعتك حالا دلوقتي أيوة بتقول لها نعم ابتعدي عن نعم البنوك. نعم أقول البنوك أنا دلوقتي معايا مبلغ من الفلوس سعادتك، وانا بحكم شغلي انا راجل محامي، مش ما عنديش اي تجاره اشتغل فيها ولا عندي اي مصلحه اقدر اعملها، فمعايا فلوس دلوقتي عاوز احطها في البنك. فاجابت سعادتك عليا انا بخوريتني، انا مش عارف، انا برضه هل ان انا احط فلوس في البنك؟ لا انا مش قادر اشغلها، إذا مش قادر تدع اشغلها. لا عفوا، اتفضل. هل إذا من الله علي بمال أشكره وأقول الحمد لله وأتعامل في الحلال الطيب أحل الله البيع، أم إذا أنعم الله علي بمال أرابي؟ ما الذي تراه وفقك الله؟ يعني هل شكر نعمة الله علينا إذا أنعم الله علينا بمال أن نأكل بالمال من الربا، أو أن نتاجر تجارة أحلها الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله أن يبارك لك في مالك، وأبحث عن شخص أمين يثمر لك أموالك، ابحث عن شخص دين أمين من ذوي الخبرات يشغل لك أموالك، يجمع بين القوة والأمانة، لقوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. السلام عليكم.